حل شهر رمضان المبارك. أشهد أن محمد رسول الله. يستقبل المسلمون الشهر الفضيل بشكل موحد هذا العام. لا إله إلا الله. أول مرة منذ سنوات يصوم العراقيون معاً. صيامهم سوية له نكهة مغايرة تحدث الصائمون عنها بسعادة. منذ أكثر من 60 سنة 70 سنة أنا أصوم، نادر أن تجتمع كلمة المسلمين يصومون كلهم في يوم واحد كما حصل الآن. عسى الله أن يكون هذا ابتغاء وجه الله. توحيد الصيام في يوم واحد يعني خطوة حلوة، ونتمنى الشعب العراقي كله سوية تفطر سوية ويصوم سوية ويسيد الأمن والأمان على العراقيين. الصيام الموحد للعراقيين ليس خبرا في صحيفة يقرأ ثم ينسى، بل هو باب فتح نحو توحد المكونات بشكل أكبر، كما يقول المصلون هنا في جامع أبي حنيفة النعمان وغيره. ندعو الله أن يوحد مثل ما وحدنا في هذا الشهر في صيام واحد، يعني وحدنا على قلب واحد وعلى رحمة تشمل جميع العراقيين. أمنياتنا أن يسود الأمن والأمان بهذا البلد والألفة والمحبة بين المسلمين جميعا، وإن شاء الله خير شهر خير وبركة على جميع المسلمين يا ربي. وخلال سنوات كثر تفاوت موعد الصيام بين المسلمين، فغالبا ما يحدث الاختلاف على رؤية الهلال، أما هذا العام فحصل الإجماع لا الاختلاف. المسلمون سيصومون ويفطرون معا في أجواء وطقوس تمتزج بدعوات وأمنيات ترفع علها تكون مستجابة في هذا الشهر الفضيل. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.